اقول راح يجون يعملون الجسور والهذي ببلاش. استاذ العزيز بالنسبه والله هي سؤال منطقي، هذا سؤال جدا جيد وممتاز. لا توجد في العالم اكو شخص يعني يعمل حتى بالدوله مالته ما ياخذ اجر، مهم انه هو جاي هو يبني يقدم لك خدمات ما تعطي اجر مالته، هذا وين صاير؟ استفاد ماديا هذا عزيزي، هذا جاي يستفاد ماديا ما جاي يبني. ثم هذه ما لها علاقه عزيزي، عزيزي ما لها علاقه بس اعطيه مجال. انت ما تجي تقتلني تضرب علي قنبله مال مدفعيه وتقتلني وتجي تبني. هذا غير هذا غير ما مقبول، غير مقبول. القصف القصف من اي مكان كان، حتى جانب التركي نفى هذا الامر، والجانب التركي ما لنا علاقه بالجانب التركي، احنا مو اتراك عزيزي، احنا عراقيين نمشي على الراي الرسمي الحكومي العراقي. الراي الرسمي الحكومي العراقي يقول تركيا، ما نمشي احنا بكيفيات تركيا. تركيا طبعا تقتل، شتري تقول اي انا قاتل، ما تقدر تقول هذا الكلام. طيب تنفي وتبعد التهمه عن نفسها لانها جريمه، جريمه نكراء، لانها تصل الى حدود الارهاب. ما هي دليله هذا الحدث؟ يصل الى حدود وصف الارهاب. انطي دليل، انطي دليل. تتذكر من عند تركيا 100%. انطي دليل استاذ، انطي دليل. اني وياك هسه، اني وياك احنا عراقيين، أنا وأنت عراقي، محافل دولية يحتاج إلى أنت تروح تعقد جلسة للأمم المتحدة، أمم المتحدة فيه دول يعني مواثيق دولية، يعني لازم عندك دليل. أنت ما عندك جندي عراقي على الحدود، ما عندك رادارات، ما عندك أقمار صناعية، ولا السماء العراقي. عفوا أستاذ وائل استاذ وائل انا وياك بس خلي كمل فكرتها اذا سمحت. قبل شوية قلت كلام واضح، قلت اكو بيان، قلت اكو بيان، اكو بيان. اسمح لي بيان شنو؟ كلمات على الورق، انت تحتاج الى ادله. البيان شنو ادله؟ شنو ادله؟ جوي اخذوا الاجزاء من المحذوف وراح حلوا قيادات عمليه. عزيزي انت ما عندك جندي، خليك تكتيكي عزيزي. عزيزي انت ليش تضلل الراي العام عزيزي؟ انت بيش راقب؟ دا اقول لك بيان من خليه الاعلام الحربي وخليه العمليات المشتركه والخليه التكتيكيه. شنو احنا نفهم اكثر من عندهم؟ هذا شغلهم، هذا المهني. لا تضلل الراي العام عزيزي. رئيس الاركان الجيش العراقي في البرلمان العراقي قال ليست لدينا قطاعات عسكريه عراقيه على في هذه المناطق، ليست لدينا ادوات امنيه. ما لها علاقه سيدي الكريم، ما لها علاقه. دا اقول لك راحوا جابوا اجزاء المقذوف وحللوها وطلع تركي. شو العلاقه ذا عندنا وما عندنا؟ اذا نعم تركيا اللي نطت الاسلحه للبكاكه حتى تقتل العراقيين. تركيا المقذوف تركي عزيزي، المقذوف تركي عزيزي. عزيزي بالنسبه هسه احنا بيناتنا وبين الامريكان موجود هناك اتفاقيات امنيه، صح ليس كذلك؟ امريكا موجود في في